بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نخصص الجدليه سعودي متعامل مع بعض. اول حاجه بفرد القماشه بتاعتك تبقى 3 متر. بفرد القماشه، اهم نقطه شباب برضه او نقطه مهمه من ضمن النقط، انا بفتح القماشه الاول وانا بفتحها كده من الزبون ببص في القماشه كلها، ببص في القماشه كلها كده من على الوش بتاعها، تمام؟ اهو من ناحيتين اشوف القماشه دي هل هي فيها ديفور او فيها نتش او قطعه او اي حاجه في النسيج او اي حاجه قبل ما اقص الجلابيه، تمام؟ علشان طبعا ما هو يعني وانا بقص كده ما اتفاجئش ان فيه حاجه مثلا او حاجه عيب في القماشه، ببقى اشتغلت قصيت والاقي الشكل العام بتاعي او الاقي الدنيا كلها باظت معايا، تمام؟ تاني حاجه بفرد القماشه بتاعتي على الضغط واعمل علامه كده على الضغط بتاع القماشه، علشان في بعض القماش بتلاقي الوش قريب من الضغط زي اللي مثلا كده، والاقي نفسي عملت وش وظهر تلاقي الزبون لابس الجلابيه، الوش والظهر الاثنين باينين قدامي كده والجلابيه من بره شكلها ايه هتتلبس عامه يعني على طول، تمام؟ اهو خلصت الرسم كده، اخش بعمل ايه؟ اقص الجلابيه بتاعتي دي الزبون عاوزها جنب واحد، تمام؟ عايزها جنب واحد يعني ايه جنب واحد؟ الخياطه تبقى جنب واحد كده ما يبقاش ثلاث خياطات، تمام؟ اول حاجه لما اشوف الوسع بتاع الجلابيه بتاعتي وعرضه قد ايه من تحت، وسع الجلابيه بشوف عرضه قد ايه من تحت، تمام؟ هو عرضه 90 سم، لكن اهوت في الاخر هو جاي عامل حوالي نص ال 90 كام؟ 45 ادي 45 واخلي سم خياطه كمان 40 سم خياطه يبقى 47 سم، 47 سم بقوم جاي ماسك اكثر الجلابيه بتاعي كسره على 47 سم، تمام؟ بقى يا شباب بعد ما بطل القماشه كده على الوسع بتاعه 46 سم، بعد من تحت هنا بسيب 10 سم البدايه دي والثانيه بتاعت دي، بعد كده الطول بتاعي 149 سم ادي 149 سم او عفوا 150 سم اهو فوق 150، وباجي هنا في المسطره كده واقوم جاي شادد ايه خط على اخر الطول بتاعي، تمام؟ كده انا حددت الطول بتاع الستر، تمام؟ انا عايز بقى ايه اعمل التأويله او الجير بتاع الياقه واعمل سقوط الكم والفتحه بتاعت البعض. طبعا اللي عندي الياقه بتاعته 42، الياقه بتاعته كام؟ 44 سم، عامل ال 44 سم بعمل 8 سم كده تحت و 8 سم فوق، تمام؟ بعد كده انا الكتف بتاعي كام؟ 46 سم، عادي 23 نصه، تمام؟ سقوط الكم بتاعي 7 سم او 6 سم، خليه 6 سم عشان كتفه، تمام؟ وبعمل الجيرو بتاعي السقوط بتاعه كده حوالي 19 سم، تمام؟ وادي السقطه بتاعتي اللي هي فتحه البندر 38 سم فتحه بس. باجي هنا بالمسطره كده واشد على السقوط اللي هو عملته 19 سم، وبشد برضه خط من هنا طوالي على ال 46 اللي هم بتوع الكتف بتاعي، وباجي برضو سقوط الكتف معايا 6 سم اهوت، ماشي؟ بيجي عند الجيرو بتاع الياقه وبعمل واحده كده والتانيه كده علشان انزل بالجيرو بتاع الياقه بتاعي اهو، نقط كده اهو اهو، ادي الجيرو بتاع الياقه بتاعي. باجي هنا في الكم نقطه مهمه يا شباب، برجع هنا حوالي مثلا سم علشان يعني ما يجيش عيب هنا كده، لا انا برجع في السنتي ده هوريكم انا هعمل ايه، وبنزل على السنتي ده كده بطلع بيه شويه كده، تمام؟ اهو كده انا فحرت الصدر معايا عشان ما يبقاش عامل عيب، وبنزل عندي بقى ايه الوسع بتاع الجلابيه بتاعتي على الصدر بتاعه 58 نص 58 29 سنتي، ادي 29 سنتي خياطه كمان اهو، ماشي؟ باجي هنا شباب بقوم جاي نازل ايه التدويره بتاعت الجيرو بتاع الكم بتاعي، شفت الشكل العام بتاع الكم بيبقى عامل ازاي؟ دي مسكت الجلابيه عليه الجيرو يبقى الكم متوقف عليه، تمام؟ باجي بعد كده الوسع بتاع الجلابيه بتاعتي قلنا كام؟ قلنا 58 يبقى 29 تمام، و
باجي بعد كده انا كده حددت كل حاجه، باجي بعد كده بنزل المسطره كده من اول الجيرو لحد وانا نازل بالجنب بتاعي كده ناحيه السياله. طبعا لو عندك ريجا الحته دي هتبقى سهله قوي عليك. طبعا اللي شغال المبتدئين اللي معهمش ريجا معهمش اي حاجه شغاله، الراجل لسه مبتدئ مش واثق في نفسه او لسه او مش معلوماته مش كامله، فاحنا ايه بنعمل له باقل معدات اهوت بحيث تبقى الدنيا معاه تمام، ما نجيبش معدات عاليه ولا بتاع ولا كده. انا مش شغال في المحل عندنا، انا شغال اهوت في البيت وبصور بحيث كل حاجه يعني باقل معداتها. الا المحل طبعا مش هم بيتصور ولا اي حاجه، الزباين داخل خارج فمش هعرف اصور حاجه. تمام اهوت شفتوا الشكل بتاع الجنب بتاعي عامل ازاي؟ نزلت الدلابيه بتاعتي بقت عامله ازاي؟ تمام. باجي بعد كده بعمل السياله بتاعتي صوتها 18 سم وكمان 18 الفتحه بتاعت السياله. تمام كده انا خلصت رسم الست. هبتدي اقص الست بتاع الجلابيه اهو. بسم الله دوران ده برضه بالراحه كده بحيث تبقى الدنيا معايا تمام عشان يبقى بالنسبيه كده مظبوط. وبفتح الفتحه بتاعتي اللي هي طولها 38 سم. باجي ببتدي برضه بجيب الديل بتاعي بقصه. هنا في بدايه الديل بيكون الديل قوي علشان الجنبين ما تبقاش عامله معايا زي كورها كده. تمام بعد كده بطلع على الجنب وانا ماشي كده يا شباب بفتح ناحيه الجير وبفتح لبره سنه عشان يبقى مرتاح معايا في الجير، يرفع ايده براحته يبقى شغال تمام. وادي فرن السياره فرن التاني بتاع السياره. طبعا ايه هنقص الجير دوت اهو كده ونلف عشان اصفي الجير بتاعي. بشكر طبعا كل الناس اللي بتدعمنا في القناه سواء باللايكات والمشاركات اللي بيعملوها الفيديو، طبعا جزيل الشكر لهم. طبعا القناه بتاعتنا وقت يعني كان وقت شهر قوي بس ما شاء الله الحمد لله حاجه مشرفه يعني. اهو كده انا خلصت الست، طبقه طبيعه صغيره كده عشان احتاجه واقص عليه الطبق. اهم نقطه بقى في الجلابيه بتاعتنا دي، الناس برضه الترزيه اللي بتتعب في القص بتاعها، بلف الجلابيه كده بالراحه اهو الناحيه الثانيه واقوم جاي على نفس التطبيق الثاني اللي هي كام؟ 46 سم عشان هو عاوز الايه؟ 90 سم. باجي كده طبعا انا حطيت الصدر اهوت طبقته على الظهر نفس التطبيقه بتاعته واخلي بالي من تحت على التطبيقه بتاعت على القص بتاعي. ادي القص اهوت ما اجيش اقص الاقي الدنيا معايا على الفاضي، لا الدنيا معايا تمام اهي القماشه اللي تحت يعني. بطبق الصدر ده شبه كده بطبقه حوالي 2 سم بقصاه تمام، وبدي علامه كده تمام. واقوم جاي شادد المسطره كده اهو كده انا حددت الطول بتاعي. طبعا انا لو عايز الصفرة منها في الجلابيه بقص على دي وبطلع على طول بزود عليها وبعمل ايه السفره بتبقى رايق واحد تمام. اما لو عايز السفره زي سفره القميص كده رايقين اثنين بعمل زي ما حضراتكم شايفين تمام. وباجي هنا وانا النازله بتاعت الجيرو دي ما بسيبش ما بفحرش بقى كده زي الكم بتاع السدر، لا انا بعمله على وضعه كده تمام. وبقص الظهر بتاعي على السدر زي ما انا ايه زي ما انتم شايفين السد مع بعض الاثنين مع بعض. خلاص انا خلصت كده بالسد بشيله كده اهو. السد بتاعي كده خلاص مستنيه اهو. الظهر بتاعي كذلك هفتح الجير بتاعي حته فنيه بعملها عشان ما تبقاش كتف كده معجب معايا من ورا، بشيل حوالي ايه سم كده وبدي فوق نص الظهر تمام. كده انا خلصت الظهر بتاعي اهو بقيت السفره بتاعته بصها مع بعض دي كده. انا بستغل الزيادات دي باجي هنا اهو حاجات انا هعملها جنبها مع بعض حاجات بعتها اعملها بمضه وبعملها بمضه داخليه تمام.
واحدة لو حصلت. الكم بتاعي يا شباب اهو هقص لكم كم كم بحيث ان ايه او هقص لكم على كم واحد بحيث تبقى الدنيا ايه واضحه معاكم تمام الشكل التصوير يبقى الدنيا واضحه. فطبق دي كده حوالي 28 سم اهي مظبوطه تمام. ونجي هنا نقول الكم بتاعنا بتاع الكم بتاعنا كام؟ الكم بتاع الكم بتاعنا 65 سم ادي 65 سم وصلت الخياطه طبعا فوق اهو واسيب حوالي 8 سم كده تاني الكم منزل سقوط الكم كده من فوق حوالي 8 سم اهو تمام. والوسع بتاع الكم معايا ان هو عايزه 17 سم انا بزود شويه علشان خاطر هعمل له خليه خليه دي شكلها جميل كده وهنحطها مع الخياطه هنقفل الجلابيه مع بعضينا تمام. السبع سم دي هما اللي انا نزلت بيهم هاخد الكم وانزل بيه تدوير عليها كده شكله حلو كده اهو مع بعض اهو بص كده هنزل بيها على طول ما اعملش دايره جنبها اهو زي ما حضراتكم شايفين كده كده تكون مكانها ماشي. عندنا الوسع بتاع الكوع بتاعي عنده 18 سم زود شويه عشان الحليه برضه اللي هعملها سم وادي بالمسطره كده بنزل بالكوع نازله حته واحده كده الشكل معاه كده الشكل معايا بالنسبه لكم تمام. هقص الكم بتاعي طبعا هتتصل على طول في القص علشان اوضحكم للناس اللي هي بتتفرج على الفيديو او وقت الفيديو ما يتمشي بس طبعا ما تنسوش تدعمونا طبعا ونحترم وقتكم وانتوا تحاولوا تساعدونا وتحاولوا تدعمونا تمام. ما تنزلش بقى اشتري في القناه لا بنحترم وقتكم حاولوا برضه ايه تقدروا الحاجات دي وتدعمونا كده. قصيت الكم بتاعي هحاول ادي علامه كده على الكم بتاع الكم الرافع بتاعته تمام. اجيب الكم التاني عليه يا شباب كده على طول اهو بلاش الكم التاني عشان ما يطولش هعمل لكم كل حاجه على الكم ده والكم التاني هيبقى نفس الكم ده تمام. باجي هنا حته مهمه برضه في الستر بفحر دي كده شويه من ناحيه الستر على ما فيش عشان ما تبقاش عامله عيب معاك. في ناس ما بتفهمهاش عادي بس طبعا انت طالما بتوصل للحته دي يبقى انت كده ما شاء الله يعني ايه ماشي في الطريق الصحيح. الناس المبتدئه مش هتحطها على مواجهه الجنب ده هنا يا جماعه بمسك الكم كده واقوم جاي جوز الكم. طب ليه كده؟ عشان انا هعمل حليه هنا وهتشوفوها لما اقفل الجلابيه هتلاقوا بعد التقفيل كده هتلاقوا شكل الجلابيه الخطير جميل يعني تمام. كده شكل الكم كده شكل الكم النهائي اهو خلص تمام اهو من ناحية دي ومكان الدنيا معانا تمام. هنكمل باجي طبعا الحاجه اللي باقيه بقص الشفره بتاعتي الشفره دي مهمه برضه اهو مقوى كده 15 سم الباقي بتاعتي 15 سم العرض بتاعها كده الكم بتاعي كام؟ قلنا هناك السفرة بتاعتي 46 انا بطول هنا في السفرة بخليها 50 واقول لكم ليه اهو كده السفرة بتاعتي خلاص تمام الطول بتاعها والعرض بتاعها اتحدد تمام. باجي هنا من تحت صفحة السفرة نقول الطول بتاعنا يعني السفرة بتاعتنا 46 ادي 46 اهو تمام اهو. باجي بعد كده 7 سم بتوعي او جيرو باجي بنزل هنا حوالي يبقى اقل من السدر شوية بنزل هنا حوالي 5 سم تمام. دوران بتاعي اهو مع سنتي ونص اهو بتاع دوران جيرو بيها اهو كده حددت السفرة بتاعتي خلصتها واقول لكم على الحتة الفنية اللي انا زودت فيها
عند السخنة طويلة شوية، باجي عند ال 46 وبطلع كده على ما فيش كده. الشكل العام بتاع السفرة بتاعي بيكون كده، تمام؟ راكب السفرة بتاعتي، تلاقي الميداليات، تلاقي الدنيا تمام. أهو ده يا شباب، كده السفرة مع التانية، الدنيا مقفولة معاك، كتف نازل تمام، كل حاجة إيه؟ تمام، ماشي؟ هي السيارة، أقص السيارة بتاعتي، طبعًا عرض السيارة كده بـ 22، ماشي؟ طول السيارة كام؟ 40 سم، قبل 40 سم، تمام؟ حددت الطول وحددت العرض. بقص على طول معايا اهو، فتح الزنج بتاعي كده، ركن السيارة بتاعتي اهو، باخد زي دي، خش عليا كده، وبعدين كده اللاعة كده، بحس ان بتاعي كده كله من ده، ولو عايز تاخدها سبعة تاخدها سبعة على حسب المكان. وطبعا بصف معايا نظف كده شوية دول، عشان السيارة من فوق بتبقى كنزة شوية، وبعمل جوه السيارة جيبين صغيرين كده يحط فيهم الموبايل بتاعه، أو يحط فيهم مطبع، أو يحط فيهم أي ورق أو أي حاجة. المهم بس بحيث إن السيارة نفسها لما تبقى سيارة بس تحط فيها أي حاجة تقع منك، يعني حاجة تتنك. لا جيبين دول بإيه؟ أمان شوية. كده بقي لي بس الجيب أهو، الجيب بتاعي. النظر كده حوالي مثلا اللي أنا كده لسه ممكن أعمل بيه على اسطمبة. النظر كده ما قلتلناش، النظر كده مثلا حوالي مثلا 16 سنتي، تمام؟ في الطول مثلا ايه كده كده الزيادة بتاعتي، عشان في الطول بتاع طول الجيب مثلا بيبقى حوالي 16 15 سنتي، تمام؟ الجيب ده هيتطعم وباقي لي البمبتين برضه اهو، البمبة بتاعتي البمبة الخارجية اللي هي هتتطعم. معلش طبعا على الكتابين اللي كنت بستغلهم في اول فيديو اهو، وطالعين من السبب ده. خلي الطول بتاعها بزيادة شوية معايا ب 50 مش هتبقى عالي، وبخلي بالي من وش الظهر يكون ايه معايا، تمام؟ ادي كده انا عملت البمبه، هستغل برضه الثانيه، هستغلها برضه ايه في الليئه بتاعتها، وهطلع الحتتين نفس دول نفسهم كده على القماش اللي انا هطعم بيه. طبعا اللون يكون يتناسب مع ايه؟ مع لون الجلابيه دي، تمام؟ ادي الحاجات اللي هتطعم، ادي البمبه، وادي اللي تحتها، وادي الجيب، دول هيطعموا، تمام؟ وكده نبقى خلصنا الشرح بتاع قص الجلابيه تطعيم السعودي او مطعمه. وطبعا ما تنسوناش في الدعم بتاعكم زي ما قلنا، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي ناس كتير طلبت نقص جلابيه اطفالي علشان العيد كده، ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد دوت على طول هنقفل الفيديو، والفيديو اللي بعد دوت على طول هنقص جلابيه اطفالي وهنقفلها برده مع بعض بشكل مطعم برده بشكل خطير. الى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.